يا الله انت حييهم يا هلا والله وسهلا. يمينك يمينك سم سلم تقهو الله يحييك. سلم الله يسلمك ابو سعد حياكم الله. الله يسلمك الله يسلمك. ترى جدنا صالح وجدكم علي تراهم توم. الله الله يغفر لهم ويرحمهم. الله الله يرحمهم عز الله انهم ونعم فيهم. اجل ابيكم تسمحوا لي اروح للبيت اجهز غداكم وتدخلون فيه. لا يا ابو سعد لا غدانا فايت. افا طيب تعشوا عندنا سهل الله الليله حنا برا الرياض يا ابو سعد. لا لا ما يصير الكلام ده. لا لا لازم توعدونا. لابد ان شاء الله نبن وعدك نبن نطلع للخارج نخلصنا كم شغله ونطلع للافلاج ثلاثه ايام اربع ايام ورادين يا ابو سعد. هلا خير بس تراه وعد. وعد يا ابو سعد. تم حنا جايينكم نطلبكم طلب. تم امن كان طلبكم نقدر عليه. ابي تبشر. لا مقدور عليه يا ابو سعد. حنا جايين نطلب يد بنتكم لولدنا اخونا علي. بنتنا قصدك اختنا ساره؟ اي هي اختكم ساره. سمعنا ان عندكم اختكم سنعه وجوديه وبنت رجال. الله وانتم الاجاويد والنعم بعد فيكم. زوج ابو سعد اخونا راكب الراس يقول ما ابغى اخذ الا من اهل الرياض. الله يحييك ابن حاه الرياض ما فيك. قال الا فيك. قلت عيال عمنا عيال الطيانه. لا ترى هذه الساعه المباركه. هذه الساعه المباركه. شنو اخوكم هذا وش يشتغل؟ هذا توه مخلص من المعهد ويبي يشتغل مدرس. ما شاء الله مدرس. عاد انا يعني ابى اقول لكم الحين انا مو ولي امر البنت. يعني فيه اخوان اللي وفيه الوالده لازم استشيرهم. لا بد يا ابو سعد انت فيك الخير البركه وانت بمثابه ابوها. ان شاء الله ما يصير الا خير ان شاء الله. وانا بعد بنسال على الولد وبنشوف وشو من اللحيه وذيك الساعه نرد عليكم. لا بد حقكم يا ابو سعد. وان كان ولدنا فيه شيء يعيبه ويعيبنا لا والله ما نرضاها على بنتكم. جزاكم الله خير. احنا ان شاء الله نبي الرد عقب خمسة ايام ونسمع الرد منك يا ابو سعد. ان شاء الله على خير. فمان الله. ما شربتم يا ابو سعد. الله يحييك. فمان الله يا ابو سعد. الله يبارك في ايامك. الله يحييكم ويكتب اللي فيه الخير ان شاء الله. فمان الله. فمان الله فمان الله.